نحن علمنا منذ نعومة الأظفار. أنا قرأت هذا وسمعت عشرات المرات وكاد يرسخ في ذهني، إني أنا الله أرضى، وإذا رضيت باركت ولا حد لبركتي. وبارك بركة عظيمة، خلاص تلحق الأحفاد بالأجداد، جميل. وإني أنا الله أغضب، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. الله 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 الله، هذا الله. حين نستمع إلى أمثال ستيفن واينبيرغ يقول أنا لا أؤمن بالإله، ملحد حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء وملحد، قال لا أؤمن بالإله. طبعا حكمه صحيح، أنا قلت حكمه صحيح 100%. الإله الذي كفر به واينبيرغ ينبغي أن نكفر به نحن أيضا. قال هذا الإله الدموي النزق الغضوب غير العادل المستعجل الندمان، يتصرف ثم يندم. طبعا هذا إله ليس إله المسلم، ليس إله القرآن، وقد يكون إله بعض المسلمين، انتبهوا. مثل هذا الإله الذي وصفته قبل قليل، أغضب وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع. اللهم إني أبرأ إليك من هذا، من هذا الكذب الإفك المبين على جلال قدوسك يا رب العالمين، من هذا الإلحاد في أسمائك وصفاتك. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قد يقول لي أحد هؤلاء أيضا، يا رجل يا رجل هذا الحديث أين وجدته؟ هذا موضوع، أعلم أنه موضوع، وطبعا لابد أن يكون موضوعا طبيعي جدا، وقد يكون صحيحا عند بعضهم، وهذا الصحيح موضوع أيضا، هذا الحديث موضوع مكذوب، لكنه أيها الإخوة يملأ كتب الوعظ والإرشاد للأسف، والمغفلون من الوعاظ يكررونه. على كل حال، رغم كونه موضوعا إلا أنه يتعزز بعشرات النصوص والأدلة الأخرى الحديثية ليست القرآنية الصحيحة والحسنة. ما رأيكم؟ أدلة كثيرة في الصحاح أيها الإخوة وفي السنن، وهي أدلة مقبولة من صحيح وحسن تؤكد أن معنى هذا الكذب صحيح، وفي الحقيقة لا يمكن أن يكون معناه صحيحا، معناه باطل قولا واحدا بلا مثنوية لا ثانية في المجال أبدا. أحاديث كثيرة أيها الإخوة عند الشيعة، انتبهوا، وعند السنة، ليس فقط عند السنة، عند الشيعة وعند السنة، وذكرت هذا قبيل أيام، عند إخواننا الشيعة ترون في كتبهم ويوصى بهذا ويتلى في المزارات وكذا. مهم جدا، استحسن بهذا، جميل جدا، دعاء عظيم، دعاء دعاء بسيط هكذا، وفيه تمجيد يعني ورثاء أهل البيت عليهم السلام. وبعدين، ومن قال هذا الدعاء آتاه الله أجر 70,000 نبي. الله، 70,000 نبي بكلمات أقولها في نصف دقيقة؟ ليه؟ إيش هالعبط هذا؟ الإله الذي يفعل هذا، هذا عبط، هذا هذه ليست رحمة، هذا كذب. 70,000 نبي و70,000 شهيد و70,000 ولي و70,000 ملك و70,000، والله نسيت هذه السبعينات الألوفات، هذه 70,000 في 70,000 في 70,000 فقط. واضح أن الذي كذب هذا الكذب المبين هو أحد الزنادقة، أقسم بالله، أراد أن يدمر ضميركم الإسلامي، حسكم الروحي بالكامل. يقول لك عليك أن تزني وأن تقتل وأن تسرق، وروح اتلو دعاء زي هذا، أنت تفوق 70,000 نبي. أي دين هذا؟ أي تربية؟ هل يمكن أن يستلم من هذا مناهج تربوية؟ على فكرة نحن نتربى على أمثال هذه الأفكار. الله يقول، وأنا فقط أتساءل، لكن سأخص هذا الموضوع بحلقة أو بحلقات، موضوع الشفاعة لابد أن يخص بحلقات موسعة مسهبة ومقارنة. باختصار الله يقول ولا يشفعون عن الملائكة إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. حتى الملائكة يشفقون خشية لله تبارك وتعالى، يشفقون من خوفهم لله تبارك وتعالى، على أنها كائنات لا تأثم، لا تتورط في الحرام ولا في المعاصي، كائنات منزهة عن هذا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، اللفظ أيها الإخوة يحتمل لمن ارتضى، أي من عباده، أي لمن كان مرضياً من عباده. ويمكن أن يكون المراد من الآية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الشفاعة فيه، حتى من غير المرضيين. نعم نعم، ندرك هذا، لكن هل أنا أسألكم الآن كمسلمين ومسلمات ومن سيسمعني ومن بلغ كما يقال، أسألكم، هل عن لكم حين تلوتم سورة الأنبياء وقرأتم هذه الآية أن تتساءلوا عن معنى الآية، أم أنكم افترضتم افتراضاً قطعياً أن المعنى هو معنى واحد محدد
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الشفاعة فيه، على أن هذا الذي يشفع فيه قد يكون احتطب في حبل الكبائر ما الله به عليم، لأن النبي صح عنه قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يسعد بهذه الشفاعة أهل الكبائر من أمة محمد، شرط أن يكون من هذه الأمة موحدا وفعل كبائر سيسعد بشفاعة محمد. شيء خطير مخيف، الموضوع يحتاج إلى بحث. على كل حال سنعود إليه. القرآن يقول إلا لمن ارتضى، ولن أجيب عن سؤال إذن ما حاجة المرضي إلى الشفاعة؟ حاجته إليها في مواطن كثيرة. لو لم يكن بالمرضي الذي رضي الله عنه من حاجة إلى الشفاعة إلا أن يعجل حسابه بدل أن ينتظر 50,000 سنة لكانت أعظم شفاعة، ليس كذلك؟ أي مش شرط أن يدخل النار بالكبائر وبعدين يخرج. انتبهوا أيها الإخوة، هذا الإله الذي يتصرف بهذه الطريقة العجيبة الغريبة والذي يمكن أن يكيل لك ملايين 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 الحسنات من أجل كلمة قلتها، هو نفسه الذي يمكن أن يخذب بك في نار جهنم من أجل كلمة بسيطة قلتها عن غير إيه؟ عن غير عمد أو عن غير وعي أيضا، في سخط الله تقول هكذا من سخط الله وأنت لا تدري، تهوي بها في جهنم 70 خريفا. يا أخي مش معقول هذا، ما الذي يحدث؟ القرآن الكريم لا يقدم مثل هذه النظريات أبدا، هذه في الحقيقة ليست نظريات، هذه هتمات وشذرات غير مترابطة، أنا سأعالجها بعد قليل بنيويا. مش ممكن القرآن يقدم لك نظريات متكاملة على أنها نظريات إلهية. طبعا نحن نسميها نظريات، هي تقريرات إلهية. القرآن واضح جدا وعادل أيها الإخوة، ويمكن أن يقدم العالمين دون ما اعتراض إذا قدم بالشكل الصحيح غير مشفوع بهذه البيانات المضللة، منها ما نسب إلى النبي ومنها ما نسب إلى سيدي فلان وإلى العلامة فلان والإمام فلان والمذهب الفلاني. لا لا لا، القرآن كما هو الكافي المبين، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يقول لك أبدا، المسألة تخضع للميزان، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه عادل تماما. وما قضية التضعيف؟ الله يضاعف لمن يشاء. قصارى ما يفهم من قضية التضعيف أيها الإخوة لمن تأمل آيات كتاب الله، بل بأدنى تأمل يحصل هذا، يحصل هذا الفهم والإدراك أيها، بأدنى تأمل. إخواني وأخواتي، أن لكل عمل أجرا، واضح طبعا، لكل عمل في الخير والشر أجرا وجزاء، جزاء الخير خير وجزاء الشر إيه؟ شر أيها الإخوة، من باب المشاكلة. ولكن هذا الجزاء أيها الإخوة يتوقف على ماذا؟ على العمل، على طبيعته وحجمه، وهذا العدل الإلهي واضح جدا، فرق. ولذلك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال في سيئات سماها سيئات وهي الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر بإذن الله تعالى. فالقرآن فرق في كبائر وفي صغار، وفي الكبائر في كبائر فاحشة جدا جدا، وفي كبائر أكبر وفي كبائر أصغر، واضح في تراتبية معينة عدل. كل عمل أيها الإخوة له جزاء، في عليه جزاء معين. الآن العمل الخير، العمل المبرور المبارك له جزاء بحسبه، مستحيل أجر الحاج كأجر إنسان قرأ جملتين أو سطرين دعاء قال لك، مستحيل. إيش هذا؟ فرق كبير جدا. ولكن كل أجر قابل للتضعيف، أجر الحاج يمكن أن يضاعفه الله، وأجر من تلا دعوة في 10 ثواني يضاعف أيضا، لكن يضاعف هذا أي بأصله، أصله صغير فيضاعف، والكبير يضاعف. عدل، هذا عدل. لكن لا تقول لي ألعن وإذا لعنت بلغت لعنتي 7 من الولد، ما ذنب الأول؟ ما ذنب الثاني؟ ما ذنب السابع؟ حاشا لله، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة ولا يظلم ربك أحدا. كيف نتلو هذه الأشياء يا أخواني؟ كيف نتلوها؟ عجيب جدا. فصورة الإله أيها الإخوة تشوهت. تعلمون لماذا؟ كما قلت لكم، لكي تطابق صورة الإله صورة الحاكم النزق الظالم الذي يعطي ويمنع، لا بخلا ولا كرما ولكنها هنات من وساوسه. أحد الوزراء العباسيين كان دائما في حالة خوف، المسكين كالمرأة الماخض تكاد تضع وزير. قيل له يا رجل لما أنت في هذه الحالة من القلق والخوف والفزع؟ قال لا أدري،
لأن هذا الخليفة إذا رضي يعطي 100,000 لا شيء، يعطيك 100,000 دينار، وإذا غضب قتل، قال يقتل، يغضب في أمر تافه فيقتل، وإذا رضي في أمر تافه أيضا يعطيك 100,000. فلا أدري أي الرجلين أكون، فأنا في حالة خوف شديد. إيه نحن هل نتعامل مع الله بهذه الطريقة؟ إيه طبعا، للأسف علمنا أن نتعامل مع الله على أنه كذلك. أنت ما بتعرف، ممكن ربنا يغضب عليك لشيء بسيط جدا جدا فيقول لك اذهب فقد أوجبت لك النار. حاشا لله، ما في الكلام هذا، هذا كذب، انتبهوا. محمد بن كعب القرظي، لا أدري المسكين من ضل له أو من كذب عليه ليضللنا، كان يبكي بكاء مرا، فتقول لأمه يا بني والله ما علمتك وأنا اقتبست هذه المقبوسة مرة وأستغفر الله. طبعا شفتوا، قلت لكم إن كادوا ليضلونا، اقتبست هذا قبل سنين، فيبكي بكاء مرا فتقول يا بني ارحم نفسك ارفق بنفسك، فوالله ما عرفتك صغيرا ولا كبيرا إلا رجلا صالحا، أنت عابد وصالح وبعيد عن المآثم والمغارم، لما تبكي هذا البكاء كله على نفسك؟ فقال إليك عني يا أمّا، إليك عني، لا أدري لعل الله تبارك وتعالى أن يكون اطلع علي مرة وأنا على ذنب صغير حتى أيا كان وليس من أصحاب الكبائر. فقال لي يا محمد، يعني ابن كعب القرظي، افعل ما شئت فقد أوجبت لك النار. ويبكي الرجل، إن صح عنه هذا فالسؤال من ضل له، من سمم فكره؟ إيه العقائد الأموية، عقائد هؤلاء الحكام الظلمة، حاشا لله، حاشا لله.